ما الذي يحدث في العاصمة صنعاء؟ يمكن العثور على الإجابة في الأحياء والشوارع، أما في ملامح من جندتهم الميليشيا ودفعت بهم نحو الحواجز، فيمكن رؤية لا مبالاة في أعين من لم يسبق لهم خوض المعارك، ومن استمعوا إلى خطابات تمجيد الموت واقتنعوا به. وكالة الأناضول قالت أن عشرات النقاط الأمنية وحواجز التفتيش المزودة بآليات عسكرية حديثة انتشرت في قلب صنعاء وشوارعها الرئيسية خلال اليومين الماضيين. كل هذه الآليات وحالات الترقب مؤشرات على ضياع فرصة سلام لم ينتهزها طرف التمرد الذي يقف خلف حالة التصعيد الحربي بدل التهدئة التي يتمنى المدنيون طول بقائها. لكن الأماني كانت قد غادرت صنعاء مع أهلها النازحين ومع من لاذوا إلى ما يعصمهم من الموت وما يجيرهم من السجن، ومن بقوا في انتظار مصير مجهول يخطه خبراء معارك آثارها في كل مكان ونتائجها لا تحتاج إلى طول الشرح. وهي نتائج ما يزال إصرار الميليشيا قائما على توسيع مداها وجعلها حاضرة إلى كل مبنى لم يطله الخراب ولم يقم فيه الخوف.